لما قلنا قبل كده ان المغرب وشعبها هم سيد من يحطموا الارقام القياسية، قالوا علينا مجانين منافقين طبالين مزودينها قوي، ما يهمناش قولوا عننا زي ما تقولوا، هنفضل ورا شعب المغرب. النهاردة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا مصري تونسي جزائري ليبي كيف ما كان نوعك، دخلنا عليكم بالله، دخلنا عليكم بالله، لما يفوتونا ما تحبونا ما نحبوكم. ونزيدك واحد القضية أخرى، من اللي تكون انت مصري وتحب المغرب معنى أنك انت خائن بلدك وحب بلادك يا صاحبي، تدير الخير في بلادك وحب بلادك وخدم على بلادك وهدر على بلادك وعطي إشعاع لبلادك. واش اللي ما عندوش الخير في بلاده غيبقى الخير غادي يكون عنده الخير في بلاد أخرى؟ تدي ملي كتقولي حب المغرب وانت حب بلادك هي الأولى، وعطيونا احنا التيسة على ربي، فوتونا الله يجازيكم بخير وفوتونا من داك النفاق، واللي بغى يسترزق يمشي يسترزق بشي حاجة أخرى. تاكو كان فيك الخير كون راك تهضر بلادك وكنحب بلادك، ليش غادي من مصر باش تجي تحب المغرب؟ اللي ناضي يدير طربوش احمر والرايه ويقول لك انا كنحب المغرب، وانت سير تحبها راسك.